السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. هذه الأربعة السويلة بمراكش، نحيي كل مشاهد. تحية للجزارة، تحية للجزارة، مبروك عواشر الجالية المغربية، وتحية مبروك العيد الجالية المغربية وأحبابنا في المكان، وتحياتي لهم مبروك عواشرهم، هما العيوش بالخيرات. وحنا في الأربعة السويلة في مراكش، واللي ما عرفش مراكش ولا الأربعة السويلة كاينة في المملكة المغربية. وسيرتي شحال بعتوا اللحم اليوم؟ 1300. شحال؟ 1300. 1200. 1200 فهادشي؟ أييه مليح. واخا السلعة موجودة ما كاينش لي. واش راه مبروك العمل. الله يبارك فيك يا سي رشيد. خذ اخويا، خذ اخويا العجل. هذا والرحماني. تبارك الله السي رشيد. هذاك شتو هاز راس عداك يا رشيد. راس تاع عجل هازو. نعم نعم مليح هذا وسنان الحليب. الكاليتي. ما عندي ما نسالك. اللحمة حمراء عند سي رشيد هنا، والعواشر مبروكة كل مشاهد قناة زيتون مرجان، وتحياتي كل قناة صغرى كما تيقولوا لنا أصدقائي. اللحمة حمراء هي فعلا عند رشيد هنايا في الأربعة السويهلة بمراكش. الله يحفظ، الله يبارك فيك السي عبد الجليل. وأقول لك اليوم كيدير الله يحفظك يا سي عبد الجليل. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. سي عيسى هذا هو الولد. اهلا في سي عيسى، بخير ناشط لاباس راك؟ مرحبا مرحبا. اخوانو اللي في الشلاح، تحنا وانتم مشرفين كل شيء. تحياتي اليوم وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. قول لي يا سي عبد الشري، كيفاش كان عندكم السوق مع الدعواتين؟ اليوم الخام عمس اياك 20 درهم. اييه كيف داير 100 درهم. اييه الراس 40 درهم. الراس 40 درهم. الراس ما نزلش. هو الراس نسوسو راه الحيمة معناها. عرفت غير اللحم وحده بلا عظم بلا جلدة. حتى الجلدة تتحيدوها. حتى الجلدة تنحيدوها. السي عبد نديرو معاه الشمام، نديرو معاه الجلود ما والو. تتعبروا غير لحم الراس وحده. اييه. ما عندي ما نقول، قلتي لي الكبده 100 درهم. والبقى ليا 20 درهم. واللي بغاها وحدها؟ وحده ما تبيعش. هذا هو بلاش دواع. الله يحفظك السي عبد الجليل. الله ينورك يا الشريف. الله يعزك. تبارك الله على صاحبنا. ما عندي ما نقول اليوم، تبارك الله الخيرات. ما عندي ما نقول. قول لي هاد الكبده بشحال بعتيها؟ 16 ميه. وحده؟ وحده نحسبوا لك 100 درهم. بحالك بحال عبد الجليل. هاد الكره هاد الكرعين شحال تقريبا؟ هادي 4000 ريال عمويا. ماشي بزاف؟ لا لا بزاف والو، بعناها ب 5000 الصباره الجايه لحم الراس. تبارك الله لحم الراس بشحال؟ شحال غتبيعوا لحم الراس اليوم؟ 800 درهم. انا مرقس وتقالي بشحال بعتو؟ نحسبوا لها اليوم 20 درهم لا 25 درهم. ياك؟ هذيك عبد الرافق هو حبيبنا. مختار السمايكي شاكر به الله تعالى. الله يرحم احسن تاع ياك؟ عمر هضر، هذا مخيط الله عمر هضر تيتعاون معنا في الفوادات. هادو اصدقائي. دير بخير. أصدقاء تونا هنايا في مراكش الأربعة السويهلة، يا ربي يسهل عليهم، يا ربي لنا تصل لنا بينهم وبينهم شي طبيعة. هاد الناس راه مخيرين فعلا. ما عندي ما نقول، شي حاجة ممتازة. الله يسهل ليكم، الله يسهل عليكم. أهلا وسهلا. هاد الرجل راه كما تنقولوا عنده شي حاجة رفيعة ممتازة كما تشوفوا معنا. هادو راه تبارك الله جديان. هادو جديات ولا جديان؟ جديات. تبارك الله الشيء هاد الخيرات تاع الشيء كما تشوفوا معنا. وهاد الصديق تاعنا
راه ما عندي ما نقول شي حاجه رفيعه ومليحه. هذاك الشتاء الشيء تبارك الله كما تشوفوا مع انا تنعرف اشنو تنعرف وتنقولوها للمشاهدين قناه زيتون مرجان شي حاجه رفيعه ممتازه عند هذا الرجل هنا في الاربعاء السويهلاق في مراكش من الغنم ومن الجديان من الماعز والخيرات تبارك الله. هذا الرجل راه معتبر هنا في الاربعاء السويهلاق. الله يحفظك الله يحفظك مبروك العواشر الله يحفظك. كي داير هاد الشيء نقص عاد كل شويه ولا 70 ربما هي اللي كاين شحال؟ عندي ديما 70 الماء سيدي من 70 والغلمي؟ الغلمي 12 60 المليح ايه ما عرفت عرفت هادو هما لا فعلا تا نسيت انا سميتك عبد الضير عرفت الضير خو عبد الجليل وخو عبد الحاج رضوان يا خوتنا وناس مخيرين هنا في الاربعاء السويهلة ناس ما عندي ما نقول فيهم ارفع ناس كنت عرفت هنايا بعدا هنايا ارفع ناس هنايا في الاربعاء السويهلة. اقول لي بانوا لي هاد الكرعين عندك بشحال تتبيع؟ 300 شحال؟ 300 الربعة 4 مشوطين ب 300 ريال باش تبيع. هذا الراجل راه مخير قلنا لك كيما احبابنا اي مشاهد تنقول لك حنا في الاربعاء السويهلة بمراكش واللي ما يعرفش مراكش فين جا جا في المملكه المغربيه واش دابا تا اش بقى وشري كسار بقى وشري كسار سرغيني يلا تبارك الله عليك ناشر لاباس عليك هاد الراجل تيخدم هاد الخيرات في الاربعاء السويهلة بمراكش شحال بعتي هاد الخيرات؟ 65 عام اسيدي 65 والغلمي؟ ثمن واحد هاد الناس تيبيعوا 65 درهم اللحم في الاربعاء السويهلة بمراكش الله يسهل شريف هنا ياك بخير الله يحفظك باشر تتكزر هنايا ديما تتكزر هنا ديما هذا الرجل ديما تيكزر هنا وهاد الفواد شحال تتبيع هاد الكبده؟ نجيب لك 2400 وهاد القليه اللي بغاها هاد القليه بوحدها اييه 500 ريال علاش باك تخدم الجمال وانت تخدم الغلبي علاش؟ نهار حليت هي خدمت مع با مرة ما جوج ولكن درنا انا قلت زعما كنبدل الهواية شوية نديرو غلبي نخدم من راسي الله يسهلك الله يسهلك عند الحاج رضوان عنده شي حاجة رفيعة هنا في الاربعاء السويهلة في مراكش تود عبد الجليل ياك يلا تبارك الله عليك هذا الحاج رضوان عنده شي حاجه رفيعه من لحم الراس من القليه من الكبده من الكرعين كيما هاد الكرعين راجل مخير هنايا في الاربعاء السويهلة مراكش. الحاج رضوان كي داير بخير ناشط لاباس عليك الله يبارك فيك شحال بعتي هاد الكبده سي الحاج؟ 120 درهم سي ماشي 100 درهم 100 درهم 120 نوصل ياك اه كبده تبارك الله كي دايره بحال المرجان تبارك الله هاد ما عندي ما نقول وهاد المخاخب شحال تتبيع 30 درهم 30 درهم بحال ناقصه مع هاد ناقصه مع هاد عواشير عواشير السلعه موجوده وهاد اللحم الراس بشحال تتبيع بلا جلد بلا عظم ياك لا المخشي العظم شي شويه 800 واش العظم بزاف ولا غير شويه كيلو فيه 100 غرام في 100 غرام غادي يكون حيت 100 غرام 800 ب 880 باش يتقام غير الهبره اه ماشي اه وهاد القريه سي 400 خصات فيها 400 شنو فيها سي الحاج اربعة الحوايج الريه الكمشه والكندس والشعيبه الشحمه ولا الجبنه؟ الجبنه هادوك بحال تنقولوا البورو والبصران هذا ياك هادشي اللي كاين 300 سي الزيتون
وهاد الكري هاد الروس هاد الروس شحال تبيع مع الحاج؟ 800 الواحد. وهاد العماير بشحال تبيعهم تا هما هاد الكري؟ 600. على هادو ما نزلوش شويه مطلوبين الكري. لا 2500 راه لا بالنسبه كما قلتي مطلوبين مولي القهوي وهادشي ياك سي الحاج. هادشي اللي تيقول لنا الحاج رضوان عطانا هاد المعلومات. شكرا لك وشكرا كل مشاهد قناه زيتون المرجان في مكان. اياه راه تا هو تصور معك في الاول في الاول. الحمد لله الله يحفظك. هذا راه خو الحاج عبد الرضوان. الله يحفظك. شكرا لك الله يرضي عليك. هذا راه خو الحاج رضوان وخو عبد الجليل وكلهم عائله طيبه. الله يجازيهم بخير. الله يحفظكم. الله يسر ليكم. هذا عبد الله راجل توا مخير ودرواش عليا في الاربعاء سويله من مراكش. يا ربي يا ربي كيفاش تشوفوا معنا هذا الراجل راه مخير هنايا تا هو راجل طيب وراجل مخير وعنده الغلبي وعنده البكري. ما عندي ما نقول. لا ما عندي ما نقول شي حاجه. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظكم. هذا عبد الله تيتبحر اللحوم من العجل. هذا الشيء من الغنم كما تشوفوا معنا. شحال الله يحفظك الله يبارك فيك. الغنم كي البقر بحال بحال ثمن واحد. مرحبا خويا. الله يسهل عليك.